أخبار الثامنة المفصلة من يو تي في أبدأها بالعناوين. السوداني يقود مباحثات استثنائية في ميونخ بهواجس الأمن والسيادة. بغداد تحاول عبور تحديات المنطقة الملتهبة بشراكات اقتصادية. سحابة قمعية تضرب قرى في ديالى وتتسبب بهدم عشرات المباني. الكهرباء خارج الخدمة والسكان يطالبون بتأهيلها وتوفير الدعم الإغاثي. البصرة تبعد خطر اللسان الملحي بتوجيه السيول إلى شط العرب، والموصل تدعو لاستباق موسم الجفاف بحصد مياه الأمطار واستثمارها. مهرجان سومر الدولي للخيول العربية ينطلق بعروض مبهرة ومشاركة واسعة. المرابط العراقية تدشن النسخة البغدادية بعد انقطاع 40 عاما. التفاصيل بعد قليل. مرحبا بكم. أعلن البيت الأبيض عن لقاء مرتقب بين نائبة الرئيس الأمريكي كاماما هاريس ورئيس الوزراء محمد الشع السوداني في مؤتمر ميونخ. وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء أن السوداني وبعد اختتام زيارته إلى هولندا توجه إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن لعام 2024، وينطلق المؤتمر لمدة 3 أيام، حيث سيجتمع سياسيون رفيعو المستوى وشخصيات عسكرية وخبراء أمنيون من كافة بقاع العالم. ومن المؤمل أن تدور في أروقة المؤتمر وقاعاته وغرفه المغلقة مناقشات لأهم قضايا العالم وأكثرها خطورة، ولقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف. إلى ذلك، استقبل رئيس الوزراء محمد الشع السوداني قائد القوات المشتركة لحلف الشمال الأطلسي الأدميرال ستيوارت مونش. وخلال اللقاء الذي عقد على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، باحث الطرفان الأوضاع الأمنية في المنطقة والتعاون بين بعثة الناتو والجهات الأمنية العراقية، خصوصا في مجال التدريب والتنسيق الاستخباري. كما تم بحث عدد من مسائل الدعم اللوجستي للبعثة بعد انسحاب التحالف الدولي. وأشاد السوداني بمستوى التعاون بين القوات المسلحة وحلف الناتو والتنسيق في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. من جانبه، أعرب مونش عن تقديره لما تقدمه الحكومة العراقية من تسهيلات ودعم لبعثة الحلف العاملة في البلاد. وعلى هامش مؤتمر ميونخ للأمن، أكد رئيس الوزراء محمد الشع السوداني أن الحكومة تسعى إلى تنظيم العمل مع التحالف الدولي والذهاب نحو إنهاء وجوده في العراق والانتقال إلى العلاقات الثنائية المتعددة مع دوله. وأشار السوداني في لقاء جمعه مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إلى أن العلاقات مع المملكة المتحدة لابد لها أن ترتقي في جميع الجوانب، مبينا أن أبواب الاستثمار مفتوحة أمام الشركات البريطانية. من جانبه، أعرب كاميرون عن رغبة بلاده في توسيع العلاقات مع العراق بما يحقق المنفعة المتبادلة، ليس على الجانب الأمني فحسب، بل على الجوانب الاقتصادية والتنموية. إذن هواجس الأمن والدفاع يحملها العراق في حقيبة وفد رفيع المستوى يقوده رئيس الوزراء محمد الشع السوداني. وجود التحالف الدولي، التوترات الإقليمية المتصاعدة هي على رأس الملفات التي سيناقشها العراق في مؤتمر ميونخ للأمن. مؤتمر ميونخ للأمن يحضر فيه العراق وفي حقيبته الدبلوماسية ملفات عن الأمن والعلاقات مع أوروبا والولايات المتحدة، وعلى رأسها وجود التحالف الدولي. اليوم العراق يشهد أمن واستقرار بسبب جاهزية وكفاءة الأجهزة الأمنية العراقية، الأمر اللي مكننا أن نطلب من التحالف الدولي إنهاء هذه المهمة التي استمرت 10 سنوات. الحرب على غزة والتصعيد في البحر الأحمر، المنطقة التجارية الرئيسية في العالم، وما صاحبها من توترات جيوسياسية انعكست على الداخل العراقي، وملفات أخرى ستناقشها بغداد من خلال وفد يقوده رئيس الوزراء محمد الشع السوداني ونائب الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس على رأس من يتباحث معهم العراق
في ميونخ. السيد رئيس الوزراء لديه أيضا جملة من الملفات يريد أن يطرحها مع الجانب الأمريكي من جهة والجانب الأوروبي من جهة أخرى، لاعتبارات كثيرة أن العراق اليوم هو نقطة استراتيجية مهمة في المنطقة، لا يمكن أن يكون جزء من الصراع وتصفية الحسابات على الأراضي العراقية، لأن بالتأكيد إذا ما يعني حدث أمر جلل على العراق سوف ينعكس على المنطقة. بوجود أطراف التحالف الدولي في ألمانيا، فإن الحكومة تؤكد رغبة العراق في تنظيم العمل مع التحالف الدولي وإنهاء وجوده مع التحول إلى العلاقات الثنائية المتعددة مع الدول المنخرطة فيه عبر تعزيز الجوانب الدبلوماسية بين بغداد والعالم. بعض المعطيات والمؤشرات بأن العراق سيعطي رسائل إخراج أو انسحاب التحالف الدولي من الأراضي العراقية، مما سينطلق للتعامل والتفاهم والتشارك وتوقيع اتفاقيات ومعاهدات لكل الدول أو أغلب الدول التي شاركت وساهمت في التحالف الدولي. قطاع الاقتصاد والمرتبط بالأمن تحاول بغداد تطويره عبر فتح أبواب الاستثمار أمام الشركات العالمية وتحويل العلاقات الأمنية إلى شراكات متعددة، لا سيما في الجوانب الاقتصادية والتنموية. يسعى العراق عبر بوابة مؤتمر ميونخ الأمنية للتحول من ساحة لتصفية الحسابات الدولية والأقليمية إلى نقطة للحل في منطقة ملتهبة تلعب فيها بغداد دورا أمنيا رئيسيا. من بغداد، علي أسد، UTV. وخلال ندوة أقيمت على هامش زيارته إلى هولندا، أكد رئيس الوزراء محمد السوداني طلب العراق إنهاء مهمة التحالف الدولي في ظل جهوزية القوات الأمنية العراقية، مضيفا أن لدى الحكومة أولويات ومنها الإصلاح الاقتصادي والمالي. اليوم العراق يشهد أمن واستقرار بسبب جاهزية وكفاءة الأجهزة الأمنية العراقية، الأمر اللي مكننا أن نطلب من التحالف الدولي إنهاء هذه المهمة التي استمرت 10 سنوات من عام 2014، اليوم نحن في عام 2024. حكومتنا عمرها سنة وثلاثة أشهر ولديها أولويات، واحد من أهم هذه الأولويات إصلاح الاقتصاد العراق. اليوم كان أحد مخرجات الاجتماع هو تشكيل مجلس للتعاون بين العراق وهولندا، وهذا المجلس سوف يكون هو المظلة التي تتابع كل الملفات ومن ضمنها لجنة الزراعة والمياه. بدأنا بإقرار موازنة لمدة 3 سنوات، وهذا لأول مرة في تاريخ الدولة العراقية. هذا يمثل رسالة استقرار للجانب المالي وتنفيذ المشاريع بشكل مستمر دون تأخير. وعبر تطبيق سكايب من الولايات المتحدة الأمريكية، معنا الآن الباحث بشأن السياسي الأستاذ رمضان البدران. أستاذ البدران، أهلا بك. إذن الأمن والسيادة هو أبرز الملفات التي سيحملها العراق إلى مؤتمر ميونخ المختص بالأمن، باعتقادك بماذا سيخرج العراق من هذا المؤتمر؟ نعم، تحية لكم وللمشاهدين الكرام. أعتقد أن العراق يعتبر واحد من أهم الدول المشاركة في هذا المؤتمر، وموضوعة الأمن والسيادة مثل ما هي هاجس عراقي هو هاجس العالم، وخصوصا الدول ذات العلاقة المباشرة بالعراق، دول الناتو، دول الاتحاد الأوروبي، وربما الولايات المتحدة الأمريكية. فعلا الأمن والسيادة في العراق يقعان في منطقة غامضة. الأمن في العراق رغم أنه يشعر الحكومة العراقية أن هناك استتباب أمني داخلي مثل ما شعرت في 2011 ومثل ما شعرت في 2014، ولكن هذا غير كافي لأنه لا توجد مؤشرات حقيقية لسيادة عراقية حقيقية، وبالتالي ضبط الأمن في الداخل لا يعني أن العراق يمتلك سيادة كاملة على المشهد في داخل العراق أو في المنطقة. وهذا طبعا قد يعيدنا ويكرر مشهد 2014 أو يعيدنا إلى يعني مشاهد أخرى. وجود الاتحاد، وجود التحالف الدولي في العراق كان يعتبر الدول أوروبا والغرب يعتبرون أن هناك وصلة تواصل بين العراق والحكومة العراقية وفيما بينهم. في أسوأ الأحوال هناك
أو لنقول صمام أمان، ولكن مطالبة العراق اليوم بإنهاء هذه العلاقة مع التأكد الجميع أن العراق لا يملك سيادة كاملة أمام الخارج، مؤكد أن العراق بدأ يتحول إلى مصدر قلق يخفي الجميع أظهر هذا القلق، ولكن في الداخل يشعر أن العراق يستسلم إلى مرحلة فقدان سيادته، وبالتالي يسير إلى الغامض أمام الخارج ومطيات ونفوذ الخارج. البيت الأبيض يعلن عن لقاء مرتقب ما بين نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس مع رئيس الوزراء العراقي السوداني. كيف تقرأ هذا اللقاء، خصوصا أنه يأتي بالتزامن مع مفاوضات لإنهاء وجود قوات التحالف في البلاد؟ هذا أيضا ملف مع خصوصة العراق من الولايات المتحدة الأمريكية، أيضا بدأ يثقل بالازدواجيات. الولايات المتحدة الأمريكية تريد للعراق أن ينجح كتجربة مسؤولة عنها وكافية لها منذ 2003، ولكنها تفشل في كل مرة أن تزيد من وتيرة وتوسعة العلاقات مع العراق أولا، وانتهت الآن إلى مرحلة صعوبة ضبط هذه العلاقة ونقلها والحفاظ على الأقل الحد الأدنى من الإيجابية فيها. اليوم هناك تعديات في داخل العراق على المصالح الأمريكية، بل تعدت تعديات على المصالح الأمريكية في خارج العراق من داخل العراق وبشكل معلن، وبالتالي هذا طبعا يحرج الحكومة الأمريكية أمام الموقف العراقي الذي يعجز عن ضبط الأمور ويطالب في ذات الوقت بتقويض وتحجيم المساحة. لكن هناك يعني رغم واشنطن أكدت استمرارها بالعراق وسوريا على ضربات الفصائل لقواعد أمريكية أو لقوات التحالف، هل تستطيع أو يستطيع الوفد العراقي العالي المستوى دبلوماسيا من خلال اللقاءات في ميونخ من تخفيف أو تجنيب ضربات من الولايات المتحدة ضد أماكن معينة بالعراق؟ أنا أشك في ذلك لسببين، السبب الأول في داخل العراق والثاني في داخل أمريكا. في الداخل العراقي الجميع متأكد أن العراق عاجز عن ضبط نشاط فصائل المقاومة داخليا في العراق أو خارجيا، الجميع يتأكد والجميع متأكد أن الحكومة العراقية تتفادى هذه الإمكانية المحدودة من خلال استقطاع مساحة من العلاقة مع الناتو ومع أمريكا. في الداخل الأمريكي هذه الضربات خصوصا وأنها خارج العراق بدأت تحرج الحكومة الأمريكية وخصوصا أمام الجمهوريين وفي سنة انتخابية، وبالتالي لابد من ردود فعل أمريكية تظهر للداخل الأمريكي أن الحكومة الأمريكية غير متهاونة في هذه النشاطات التي تنال أو تطال السيادة الأمريكية في بعض المواقع، وكذلك أرواح وسلامة الأمريكان في الخارج ومصالح المصالح الأمريكية في العموم. فبالتالي أنا الجميع يحاول أن يتحلى بالصبر والمجاملة، ولكن أعتقد أن العلاقة متوترة من الداخل، العلاقة تسير باتجاه سلبي، التصعيد مستمر، وأنا أشك أن أي من الطرفين لا العراق سينجح في إقناع الولايات المتحدة الأمريكية بأن انسحابها وانسحاب الناتو منه أمر صحيح، ولا أعتقد أن أمريكا ستعطي العراق أي وعود بعدم الرد، بل أنها ستحتاج الرد حتى الوصول إلى الانتخابات. أنا متأكد أن هذه الحرب الموازية لحرب غزة والتي يعني دخلت فيها الأمريكا أنواع، أمريكا أيضا الحكومة التي ستوظفها لأغراض انتخابية بشكل أو آخر. أستاذ البدران، كونك باحث بشأن السياسي، يعني الآن نسألك ما موقع العراق الاستراتيجي بالنسبة للاتحاد الأوروبي، بالنسبة للولايات المتحدة في ظل التوترات سواء في أوكرانيا أو في حرب غزة، وهنا أعني العراق ممثلا بالحكومة. طبعا العراق يمثل أخطر مفصل في هذه المرحلة. العراق بما ممكن أن يكون امتداد للجبهة الروسية الإيرانية عبر سوريا إلى لبنان، إلى البحر المتوسط، إلى أمن المنطقة كله، وبالتالي هذا جانب في علاقته مع المتواصلة مع الغريم الإيراني الروسي، وبذات الوقت الموقع الاستراتيجي في العراق الذي ممكن أن يقوض كل أمن المنطقة خليجيا وأوروبيا وعربيا، وبالتالي العراق غير يعني منطقة الآن تمر في منطقة مرحلة انتقالية،
وهو مصدر قلق كبير جدا، والأمر ليس في الحسابات النظرية، بل عمليا العراق الآن خصوصا خلال الأشهر الأخيرة دخل مرحلة تأثير أو نشاط عملي من ممكن أن يقوض أمن المنطقة. بمقابل هذا التوتر في غزة وفي إسرائيل يقابله تشدد يميني، تشدد يمين إسرائيلي يريد توسعة الحرب ويريد أن يحصل صدام بين العرب وأمريكا، لأنه يخدمه هذا الصراع وهذا التوتر مع أمريكا بشكل أو آخر. وبالتالي تحرشات إسرائيل الآن في جنوب لبنان، في على أجواء سورية، ربما حتى تطال الأجواء العراقية، هي أيضا محاولات لتوسعة الحرب من قبل إسرائيل لكي يحصل صدام بين العراق ودول المنطقة مع الولايات المتحدة الأمريكية. وطبعا كلا العراق ضحية الطرفين، ضحية من يريد أن يهاجم المصالح الأمريكية والغربية والإسرائيلية من داخل العراق، وسيكون أيضا ضحية الرد الأمريكي والإسرائيلي على تلك الأمور. وبالتالي العراق هو الهدف وهو الغاية وهو السبب قد يكون في خلق توتر أكثر إضافي في المنطقة. بالإضافة العراق في موضع نعم فضلا نعم. عن الولايات المتحدة، العراق ممثل برئيس الوزراء كانت له لقاءات عدة مع دول مشاركة في قوات التحالف الدولي، منها فرنسا من خلال السفير الفرنسي في العراق، وأيضا مع وزير خارجية البريطاني، وكذلك في هولندا. يعني هذه اللقاءات يسعى رئيس الوزراء إلى إيجاد علاقات ثنائية بعد انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق، هل سينجح بإقامة علاقات ربما اقتصادية مالية بحسب كلامه مع هذه الدول؟ أنا أعتقد أيضا هذه نقطة حسابات خاطئة. كلما قللت من التعاون ودورك المشترك مع الدول الكبرى في أمن أوروبا وفي أمن المنطقة، كلما أصبحت مصدر اطمئنان وموضع للصداقة والتواصل، والعكس بالعكس، عندما تطالب تحجيم هذا الدور وتحجيم هذه العلاقة الأمنية، الاقتصاد ورأس المال جبان، ولا يمكن أنه رأس المال والعوامل الاقتصادية تتقدم أكثر باتجاه العراق، والعراق يطلب تقويض مساحات التداخل في العمليات الأمنية المشتركة. أنا أعتقد الرجل السوداني يحاول جاهدا أن يفعل شيء، ولكن في هذه النقطة أعتقد أنه يحلم في الجانب الاقتصادي، ولكن الواقع الذي يقف عليه واقع قلق بدأ يهز من ثقة في العراق وفي حتى من حكومة السوداني وإمكانياته في السيطرة على زمام الأمور. والعالم أيضا في حيرة في العراق، ماذا يريد لنفسه بالضبط وماذا سينتج للمنطقة بعد هذه المرحلة من خصوص الأشهر الأخيرة. مباشرة من واشنطن عبر تطبيق سكايب الباحث في الشأن السياسي الدكتور رمضان البدران، شكرا جزيلا. وفي أخبارنا أيضا، سحابة قمعية تضرب قرى في ديالى، والبصرة توجه السيول إلى شط العرب، لكن بعد قليل. منخفض جوي شهده العراق يتوقع زواله بيوم غد السبت بحسب هيئة الأنواء الجوية، تسبب بإعصار قوي أدى إلى أضرار في عشرات المباني في ديالى، فضلا عن السيول التي اجتاحت المحافظات الشمالية. ويرى مسؤولون عن ملف المياه أن هذه السيول يمكن الاستفادة منها في القضاء على اللسان الملحي القادم من الخليج إذا ما تم توجيهها إلى شط العرب عبر دجلة والفرات. قالت جمعية الهلال الأحمر العراقي إن شخصا أصيب بجروح متوسطة، فيما تضررت عشرات المباني في قضاء الخالص جراء أمطار وأعاصير الليلة الماضية. وأكدت الجمعية في بيان تعرض محافظة ديالى إلى موجة أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وإعصار قوي ضرب قريتي البدوانية والمجددة التابعتين للقضاء، مسببا أضرارا مادية لخمسين منزلا ومدرسة، فضلا عن تضرر أعمدة الكهرباء ونفوق عدد من الدواجن. هذا وباشرت فرق الهلال الأحمر بنقل مواد غذائية وإغاثية للعوائل المتضررة البالغة قرابة 100 عائلة بحسب البيان. وصفها السكان بأنها إعصار لم يشهدوا مثله من قبل. قضاء الخالص في ديالى شهد عاصفة شديدة تسببت في أضرار مادية جسيمة، طالت مباني سكنية ومدرسة وقلعت أشجار النخيل من جذورها. التفاصيل من هناك مع علي العنبقي.
هذه المشاهد في قريتي البدوانية والمجدد في قضاء الخالص الشمالي ديالى بعدما اجتاحتها عاصفة شديدة سببت خسائر مادية. أشجار وأعمدة كهرباء اقتلعت وبيوت هدمت ومدرسة لم يتبقى منها سوى بعض الكتب، شاهدة على قوة العاصفة التي يصفها السكان بإعصار لم يشاهدوه من قبل. الساعة 10:30 اجت هذا الإعصار، في التالة براسها من فوق نار حمراء، شوكوا قدامها وقعت بأوى من رب العالمين، وإحنا مصبطين جوا رب العالمين لا حول ولا قوة. قرية تعدادها 35 قرية، 35 بيت عفوا، راح من عندها 22 إلى 20 بيت دمار، المدرسة ما بقى من عندها حتى الانخلة اللي بالمدرسة انشلعت. بالإضافة إلى الأضرار المادية أدت العاصفة إلى إصابة امرأة وطفلة نتيجة انهيار منزل، فيما تستنفر الدوائر الخدمية لرفع الركام وإحصاء الأضرار وإعادة تأهيل شبكة الكهرباء في المنطقة بعدما خرجت عن الخدمة، كما ترتفع مطالبات الأهالي بدعم إغاثي. احنا نطالب المنظمات الإنسانية، المجتمع الدولي، نطالب السيد المحافظ، نطالب النواب مال ديالى يشوفون هالكارثة اللي حلت بالمنطقة، ناس فقراء بسطاء، وهذا نقول احنا امر رباني، بس ان حق على الدولة، ان حق على المنظمات الإنسانية، ان حق على الشيوخ، على العشائر، على المتمكنين ان يجوا يشوفون هالكارثة اللي صارت والمأساة بهذه المنطقة. خبير الطقس صادق عطية وصف الظاهرة الجوية في ديالى بأنها سحابة قمعية تنحدر من السماء إلى الأرض مصحوبة برياح شديدة أشبه بالإعصار. خسائر جسيمة خلفتها العواصف هنا، ليبقى معظم السكان وسط الخراب بانتظار من يعينهم في توفير مأوى لهم. علي العنبقي، يو تي في، ديالى. السيول والأمطار التي شهدتها محافظات عراقية عدة يراها الخبراء فرصة لاستغلال المياه والاستفادة منها في تعزيز الخزين المائي الذي يشهد عجزا كبيرا جراء مواسم الجفاف السابقة، ودعا السلطات المختصة إلى إدارة المياه بشكل أفضل من أجل تجنب موسم الجفاف القادم. التفاصيل بهذا التقرير. 25 سدا لحصاد المياه يمتلكها العراق، لكنها لا تكفي لاستيعاب كميات مياه الأمطار والسيول القادمة من دول الجوار. ملايين الأمتار المكعبة من المياه تذهب بلا أي استفادة منها بسبب تخلف طرق خزنها ونقص البنى التحتية اللازمة لاستيعابها. أعلن العراق منتصف العام الماضي الشروع بتشييد 36 سدا جديدا لحصاد المياه خلال العام الحالي، موزعة بين المناطق الصحراوية لخزن مياه الأمطار والسيول والاستفادة منها في مجالات الزراعة والري ومكافحة التصحر والجفاف. علينا أن نفكر في إدخال تقنيات حديثة تحصد مياه أمطار بشكل كفؤ جدا، علينا أن نغير من تقنيات الري لدينا إلى نظام المرشات، والآن حتى المرشات أصبح فيها هدر نعتبره، نحاول أن نطبق تجربة جديدة لتقنين هذه التقنية والري بالتنقيط. سد الموصل أحد أكبر السدود العراقية وأهمها التي يمكن استغلاله لسد العجز المائي ورفض المحافظات الأخرى بكميات المياه التي تحتاج إليها، ولا سيما محافظة البصرة التي تعاني في مواسم الجفاف من المد الملحي في شط العرب. المسؤولون على ملف المياه في البصرة هنا يعلقون آمالا كبيرة على السيول التي تأتي من شمالي العراق، إذ يجري توجيهها إلى شط العرب عبر دجلة والفرات لدفع اللسان الملحي القادم من الخليج، الأمر الذي يسهم بتغذية البساتين ومحطات الإسالة بمياه نظيفة. شتاء البصرة هذا العام كان شحيح الأمطار فضلا عن قلة الأيام الباردة، فهو أقرب إلى فصل الربيع، وتلك الأجواء أصبحت دليلا واضحا على التغيرات المناخية التي ألقت بتأثيراتها السلبية على مناحي الحياة هنا، لا سيما ارتفاع درجات الحرارة إلى حد درجة الغليان.
بسبب تغير المناخي، فصول انتقالية بدأت تتداخل مع الشتاء، يعني الخريف والربيع بدأ يتداخل مع الشتاء، لذلك جاي نشوف فترة البرودة وأيضا فترة التساقطات جدا قليلة، وأيضا حتى إذا صار تساقطات هنالك مديات حرارية عالية تخلينا أن يعني حتى الاستفادة من هذه الأمطار تكون قليلة. البصرة ما زالت بانتظار خطوات حكومية جادة لبناء سد على مجرى نهر شط العرب يحفظ المياه النظيفة من الهدر، إلى جانب منعه زحف الجبهة الملحية البحرية نظرا لما تشكله من خطورة على البشر وعلى الثروة الحيوانية والزراعية أيضا. لمناقشة هذا الموضوع معنا مباشرة الخبير في الموارد المائية الأستاذ تحسين الموسوي. أستاذ الموسوي أهلا بك. رغم اعتبار المواطنين لكمية الأمطار التي هطلت على أراضيهم بالكارثة، لكن الخبراء في المياه يؤكدون بأنها يجب أن تكون فرصة للاستفادة من كمية هذه الأمطار، يعني من أجل حصد مياهها شتاء واستثمارها في فصل الصيف أيضا، كيف ذلك؟ بداية أستاذ ناطق مساء الخير عليك وعلى كل متابعيكم الكرام. أكيد إذا ما استثمرت هذه المياه وهذه السيول، السيول هي في حدها شيئين بالنسبة للعراق اللي يعتبر من المناطق الجافة والمؤشرات القوية بالجفاف، يعني أكيد هذه السيول والأمطار تكون نعمة، لكن فيما إذا استغلت فالعكس يأتي، وهذا يعود إلى أسباب أنه للأسف الشديد العراق ما يمتلك سدود حصاد المياه، فتذهب هذه دائما تكون سبب ضرر على البنى التحتية، على الخدمات، على المنازل مثل ما تحدث تقريركم عن ديالة. لكن اليوم الحديث يعني خلينا نشخص أول مرة كمية المياه ودخول المياه إلى العراق، أين ستكمن الفائدة؟ أولا هذا سيوفر للموارد المائية فرصة في دفع الإطلاقات القادمة رغم قلتها للخزن لإعادة المعادلة للسدود، وخاصة جنابكم الكريم وقناتكم متابعة لهذا الشأن تعرف أن العراق دخل بالمؤشر خطير بالتصنيف 23 عالميا بالإجهاد المائي، بالفقر المائي، يعني دخل المنطقة الحمراء، وما يحتاج تحدث عن الحديث تناولناه عن الموضوع تناولناه بفترات بالتأكيد متكررة عن الجفاف وآثار الجفاف. حاليا أما بالنسبة للسيول القادمة لو كانت هي في أحواض النهار ستكون أيضا فرصة عالية لزيادة الخزين. السيول دائما تأتي بالمناطق الشرقية، كون أنه هذه المناطق تحدثت عنها ديالة واسط ميسان تشكل مناطق الحدودية ومنحدر كبير، فتنزل هذه السيول، توجد هناك بعض البحيرات الطبيعية وبعض المنخفضات، لكن للأسف لم يتم تأهيلها طيلة هذه الفترة. طيب أستاذ الموسوي، يعني كيف سيتم تأهيلها؟ أستاذ كانت يعني حتى نستغل الوقت، ما هي الطرق الناجحة لحصاد مياه الأمطار؟ يعني هي الحصاد مياه الأمطار، الأماكن اللي تتساقط بها وتكون قادمة منها السيول هي تقام أنفاق حقيقة وبحيرات وموانع، ليست هي سدود، هي بقدر ما تكون موانع وقنوات بحيث يتم تأهيل هذه البحيرات وخزنها للاستفادة منها في مواسم الشحة. وتعرف جنابك الكريم إذا أطلقناها مباشرة عن النهار هي لا تأتي بمواصفات عالية، بالعكس بها فيها تجريف للتربة، فيها نسبة عالية من الأملاح، ولربما هي حتى غير صالحة في بعض الأحيان، لكن ممكن إذا تم تجميعها ضمن مثل ما تفضل تقريركم اللي أشارت لوزارة الموارد المائية، رغم أنه هذا الموضوع قديم، يعني هو بالدراسة الاستراتيجية على أنه العراق سيؤهل بحدود 36 سد لحصاد المياه في المناطق اللي يتم سقوط وتأتي السيول منها، لكن هذا الموضوع كله لحد الآن ما تنفذ. يعني أستاذ ناطق أنا أريد أوضح لك نقطة مهمة جدا، يعني للأسف الشديد لاحظ أنه سياسة المياه بالعراق اعتمدت على الحدود الوقتية أو ما يسمى الترقيعية، وأصبحت حلول استراتيجية، لذلك لاحظ دائما تجد أنه كل ما يحدث يسبب أزمة، في الجفاف أزمة، في الزيادة أزمة، في الحقيقة لحد هذه اللحظة نحن لم يعني مجرد أنه اليوم إذا لاحظ الآن نتحدث عن العاصمة بغداد لم يكن سقوط مطري بهذه الكمية، يعني صدقني أنا
استغرقت مسافة 10 كيلوات عنكم بحدود 3 ساعات، لم نلاحظ إلا رجال المرور، هناك اختناقات، هناك طفع، هذا أيضا يعود للبنى التحتية. طب أستاذ الموسوي، يعني هذا يخليني أسألك سؤال، بأنه هل معنى أن الحكومة لا تملك خططا وتقنيات تحول دون ضياع هذه الكميات من الأمطار والسيول؟ يعني أنا من ذكرت لك الدراسة الاستراتيجية، فقط الدراسة كلفت العراق 30 مليون دولار، لكن هل إنه هذه الدراسة تحدثت، هل اتطبقت، ومن ضمنها أيضا تغيير تقنيات الاستخداماتنا للمياه والسدود الرئيسية وحصاد المياه. وأنا ذكرت لك بداية حديثي قلت لك إنه إحنا من المناطق الجافة، يعني إحنا من المناطق الشعيحة اللي فيها ارتفاع درجات حرارة. بالعكس، ممكن احنا اليوم انا فقط الاستفادة لربما سيكون لجانب من الخطة الشتوية، يعني سيخدم الزراعة الديمية وحتى الزراعة المروية التي تعتمد على المياه السطحية الآن اللي تعاني أيضا من نقص كبير في المياه، سيكون هذا مردود إيجابي. أما من خلال استغلاله في تحزيز الخزين المائي، لا، أنا أعتقد لحد هذه اللحظة العراق لا زال ضمن مؤشر الخطر بالجفاف، وكون أنه البيان الرئيسي لوزارة المواد المائية أنه الخزين لحد الآن ما يتجاوز 10 مليار متر مكعب، وهذا خزين متدني وخزين خطر جدا، والكل يعرف أن نسبة التبخر عالية بالعراق، نحن في فصل الصيف نفقد في المياه السطحية في الأحواض 5 مليار متر مكعب نتيجة التبخر. نعم، بالنسبة للسان الملحي في البصرة، هل الحكومة الآن قادرة على دفعها إلى شاطئ العرب؟ يعني كانت هناك العام الماضي امدادات جيدة من نهر الكارون بعد أن توقف منذ عام 2000، حقيقة ساعد كثيرا في دفع اللسان الملحي، لكن هذه الإطلاقات الآن توقفت. وتعرف أنه مسألة أنه الدفع من خلال دجلة والفرات بهذه الظروف بهذا الخزين المتدني، حقيقة سيكون الوضع صعب، بل هو بدأ الوضع بالصعوبة. نحن لا نتكلم عن ذنائب النهر أستاذ ناطق، أنت جنابك الكريم تعرف كل زيان طبعا. أنه اليوم أصبح عندنا عجز حتى في مناطق قريبة جدا، بل وصل حتى في مياه الشرب نتيجة زيادة الطلب والاستهلاكات. حددنا بالفعل عن هذه المواضيع، إضافة إلى أنه نحن لا نملك طيب احنا خليني أسألك أيضا سؤال نستغل الوقت، يعني العراق كيف يمكن أن يعزز التغلغل لمياه الأمطار؟ هنا نتكلم عن داخل مسامات التربة وحتى تغذية الخزانات الجوفية. السؤال جدا هو هذا المهم، هو كيف نستفيد من السيول. حقيقة السيول القادمة والأمطار هي لتعزيز المياه الجوفية وخاصة المياه المستدامة، ونحن تعرف نشهد نقص كبير، وخير مثال ما تناولت تقريركم في الحلقات السابقة عن بحيرة ساوة، عن الرزازة، عن الحبانية. ممكن أيضا في عملية حصاد أنه نعزز خزيننا، هي السيول والأمطار حقيقة تعزز الخزين بالمياه الجوفية، لكن للأسف الشديد عندما تكون تأتي أيضا لاحظ عندما تكون السيول تأتي بقوة ولفترة قصيرة، إذن يجب أن يكون هناك حقيقة ليس استعدادات، يجب أن تكون هناك برامج منفذة. لكن أنا أقول لك لحد هذه اللحظة العراق ما أشرع بخطة لتنفيذ سدود حصاد المياه. يقال حسب وزارة المواد المائية أنه عام 2025 سيشهد البداية بهذا العمل. أكيد يعني رغم ما حتى وإن كان هذا الأمر وقع هو متأخر جدا، وأعتقد أنه التنبؤات تشير على أنه نسبة الجفاف في السنوات القادمة ستكون أكثر من هذا الجانب. يعني احنا نتحدث حقيقة عن واقع بالنسبة للمياه، واقع صعب جدا جدا. طيب، ولحد هذه اللحظة أنا مسؤول عن كلامي، كل الذي يطرق هو سنقوم وسننفذ ونتحدث عن دراسات لم تجد شيء على أرض الواقع، بدليل نحن شيئا فشيئا الفقدانات كثيرة، سواء من الأراضي الزراعية، سواء إلى التلوث البيئي، سواء إلى التنوع الأحيائي، سواء إلى عملية التصحر المرتفعة، عملية الأهوار اللي فقد يعني تكاد تكون الآن في تطلق أنفاسها الأخيرة نتيجة فقدان التنوع الأحيائي. إذا كيف لنا الحديث اليوم أن نتكلم عن حقيقة مورد مائي مؤمن؟ لا، يعني حقيقة الوضع أستاذ ناطق لا يزال الوضع حرج، وأنا قلت لك أن العراق دخل بالمؤشر الأحمر بالإجهاد المائي، والآن أعتقد الرقم أيضا تقدم. فإحنا نتأمل أنه يعني أنه هذا الموضوع حقيقة يأخذ أولوية، كون أنه هذا الملف ملف
مهم جدا بالتأكيد للغاية. بالتأكيد طبعا يعني لولا وسائل الإعلام متحركة. لذلك يو تي في مهتمة دائما بملف المياه في العراق، والدليل دائما حضرتك تكون ضيف لهذا الملف المهم. شكرا جزيلا الأستاذ تحسين الموسوي الخبير في الموارد المائية. نكمل أخبارنا ونذهب إلى كركوك، فهناك جهاز يزرع في الجسم لتنظيم النبضات الكهربائية للعصب التائه، تقنية طبية حديثة لعلاج الصرع تتميز به هذه المحافظة من بين المحافظات بالنجاح في إجراء عملياته، إذ تجرى 3 عمليات أسبوعيا. التفاصيل مع عمار حامد. جهاز صغير يزرع في منطقة الصدر يعمل على تنظيم النوبات الكهربائية المرسلة إلى الدماغ لتحفيز العصب التائه المسؤول عن نوبات الصرع، فيقلل من هذه النوبات حالات الإغماء. تقنية طبية متطورة نجح أطباء كركوك في العمل عليها، إذ يجري مستشفى كركوك التعليمي 3 عمليات أسبوعيا للمصابين بالمرض العنيد. جهاز عصب التائه، يزرع هذا الجهاز للمرضى المصابين بالصرع العنيد. الصرع العنيد هو الذين المرضى الذين لا يستجيبون للعلاج. يزرع هذا الجهاز لأول مرة في كركوك ومحافظات الشمالية بعد المحافظة بغداد. لدينا فريق طبي متكامل من الأخصائي والمساعدين ضمن هذا المجال. نزرع أسبوعيا في هذه الصالة، صالة عمليات الجملة العصبية مستشفى كركوك التعليمي، تجرى 3 عمليات مجانا. وحتى الآن تمت زراعة قرابة 50 جهازا لحالات لم تكن تستجيب للعلاج في الجرعات القصوى، وتمت الزراعة خلال عمليات فوق الكبرى نجح الفريق المتخصص في هذا المستشفى في إجرائها. استطعنا الحصول على إجازة فتح مركز لزرع هذا الجهاز. هذا الجهاز يقوم بتحفيز العصب التائه الذي بدوره يقوم بتقليل عدد النوبات الصرعية وتقليل الشدة وتقليل الفترة ما بعد الصرع. هذا الجهاز متوفر حاليا في مركزنا في كركوك، وبحمد الله قمنا بإجراء 40 حالة زرع لهذا الجهاز. العملية من العمليات فوق الكبرى، وبحمد الله لم تظهر لدينا مضاعفات لحد الآن، والمرضى مستفادين من هذه العملية بشكل جيد جدا. بعد زراعة الجهاز مجانا تتم البرمجة الدورية له مع جدول ثابت للمرضى كل أسبوعين، وتتم زيادة الكهربائية لهذا الجهاز، وتستمر متابعة المريض من قبل طبيب الجملة العصبية. تعد كركوك الوحيدة من بين المحافظات الشمالية في برمجة هذا الجهاز، إذ تأتي بعد العاصمة بغداد في تسجيل نسب نجاح عالية ومن دون مضاعفات جانبية للمرض. من كركوك عمار حامد، يو تي في. ومن كركوك نذهب إلى الأنبار، فهناك جسر الفلوج الحديدي أو الجسر القديم، وهو من أقدم الجسور الحديدية في العراق الحديث، إذ أنشئ عام 32 من القرن الماضي، لكنه بات اليوم بحاجة إلى توسعته ليصبح جسرا بجانبين ذهابا وإيابا، خصوصا أن مستشفى النسائية والتوليد يقع في الجانب الآخر منه، ما يجعل الإسراع بإنجازه وتطويره أمرا عاجلا. التفاصيل مع نبيل عزامي. هكذا يتنقل أهل الفلوجة عابرين نهر الفرات نحو مستشفى النسائية والأطفال بعد تأخر إكمال الجسر المؤدي إلى المشفى منذ أشهر. الجسر الحديدي القديم شهد إنشاء مسار ثان بجواره، لكن التلكؤ في الإنجاز حال دون راحة المواطن. لا تقدر تعبر، رجال كبير ما يقدر يمشي. خلينا نحسب معاناة الفقير اللي ما عنده سيارة، شلون يجي يعبر منها؟ ما يقدر يعبر. زين، هي مدة التنفيذ قالوا شهر شهرين، وهاي بال5-6 أشهر وراح تجر النوب، وهسه وقت شتاء ومطر، وتشوف بلاحظ بعينك الشوارع والطين شلون صاير. أهمية الجسر تكمن في كونه همزة الوصل بين المدينة والمستشفى، لكن معاناة المرضى وذويهم فضلا عن بقية العابرين خلقت زحاما، إذ يتعين على المواطن البحث عن جسور أبعد. لا عمل به، يشتغلوا لهم شوية. هاي مستشفى منا أنا مقطوع الطريق عليها، والعالم تعبر بايسكلات، تشوف هذا شلون مقلوب،
شوفه دحق عليه، خلي الكاميرا دحق عليه شوفه، وماكو فايدة بهالعمل هذا. يعني أريد مشاريع شوية على السريع، يعني هاي ازدحام مرور شوفه، جسر جديد يومي ازدحام، منك ازدحام منك ازدحام، ما يصير هالعمل هذا. أسأل خبرت أخوي قلت تنزل المطار خلنا نعبر بيه. قال له دفتر هيج تروح على الحلابسة يلا نرطب الفلوج المريض همينه يصل إلا يفتر على الحلابسة يرطب المستشفى. هذا صار يومية باكر عقب باكر نخص الجسر، صار له هواي. الجسر الحديدي مضى على إنشائه 100 عام، إذ كان يمثل شريانا حيويا يربط الفلوجة بجانبها الغربي، حيث مستشفى الولادة الحكومي الوحيد هناك، وها هو الآن ينتظر إسراعا في إنجاز جانبه الثاني. نبيل عزام، يو تي في، الأنبار. نكون أخيرا مع هذا التقرير الرائع، فبعد 40 سنة الخيول العربية الأصيلة تعود إلى العراق من خلال مهرجان سومر الدولي بنسخته الثانية. 10 حكام يقيمون جمال الخيول المشاركة في فعاليات احتفالية لتسليط الضوء على واحدة من رموز الثقافة العربية. المهرجان الذي تقام فعالياته في بغداد جاء برعاية إعلامية وشراكة استراتيجية مع يو تي في. التفاصيل ستكون من هناك مع مراسلنا أحمد مؤيد. بعد 40 عاما من الانقطاع يعود العراق من جديد ليشهد عروض الخيل العربية الأصيلة، مهرجان سومر الدولي للخيول العربية بنسخته الثانية ينطلق في بغداد في أجواء احتفالية. حضور لافت للجمهور العربي، والعروض شاركت بها أكثر من 145 مهرة وفرسا عربيا أصيلا من مرابط عراقية، وجاءت الخيول تستعرض بجمالها من مختلف المحافظات بتنظيم منظمة الخيول العربية الأصيلة في العراق وبرعاية إعلامية وشراكة استراتيجية مع يو تي في. نعم، هي لجمال الخيل العربي، لتقييم جمال الخيل العربي من 5 نقاط أساسية: الرأس والرقبة والجسم والحركة والقوائم والهوية العربية، يقيم عليها الحصان العربي بشكل تام. قناة يو تي في شريك الإعلامي لهذا المهرجان اللي هو حدث كل عراقي لازم يفتخر به. راح نشوف أكثر من 140 خيل من أجمل الخيول اللي ممكن تشوفها. إرث تاريخي للآباء والأجداد يعود إلى مواطنه الأولى، وبغداد واحدة من أهم مواطن الخيول العربية الأصيلة. 10 حكام من دول خليجية وأجنبية شاركوا في المهرجان لتقييم جمال الخيول المشاركة، وإشادات ملفتة من الضيوف العرب الذين حضروا هذا الحدث. فشكرا لهم على تنظيم هذه البطولة، العديد من الإخوان هنا مشاركين من ملاك إعلاميين فنانين وغيره، قنوات ما شاء الله عليكم. فنتمنى استمرارية هذا الشيء، نتمنى دعم هذه المنظمة للمجمع الخيل العربية الأصيلة. وباعتبارها تمثل رمزا حضاريا من رموز الثقافة العربية، يأتي المهرجان لتسليط الضوء على الخيول والاهتمام بها وحمايتها، فهي معقود في نواصيها الخير كما في الحديث الشريف. عروض مهرجان سومر الدولي للخيول العربية انطلقت اليوم وستستمر حتى يوم غد الذي سيشهد 4 عروض لخيول عربية أصيلة. من بغداد، أحمد مؤيد، يو تي في. وبالفعل مهرجان مذهل لاستعراض الخيول العربية التي تمتاز بأنها الأجمل ذكاء وسرعة، وحتى في أنسابها هي الأفضل في كل الخيول العالمية. وصلنا الآن أخيرا إلى النشرة الجوية لنتعرف على أحوال الطقس في العراق.
وبقي لنا أن نشكركم على طيب المتابعة. إلى اللقاء.